كل نهار تنين بهالوقت وضمن برنامجنا مشاهدينا منقدم فرصة لأحد أبرز السينمائيين الصاعدين بلبنان حتى يعرضوا أحد أبرز أعمالهم. اليوم ضيفنا هو المخرج نديم لحام. أهلا وسهلا فيك نديم. أهلا لك. كيفك؟ حضرتك أنا منيحة. Thank you. حضرتك خريج جامعة الإيو عام 2007، ومن وقتها قدمت عدد من الأعمال المميزة والغير اعتيادية إذا بدك. أنت أعمالك دائما بتتضمن رسالة. اليوم بدنا نحكي عن فيلم معين اسمه One Last Goodbye. فيلم قصير ولكن فيلم صامت. فيه ambience وفيه شوي حكي، بس it's mostly it's a silent movie. خبرتني نديم إنه هو فيلم له رسالة، يعني it's an awareness movie. شو هو الموضوع اللي حبيت توعي المشاهدين حوله؟ I wanted to raise awareness on a topic that's very dear to me. I'm sure في كتير عالم they've lost people that they've loved through accidents or motorcycle accidents. فحبيت to target the issue of motorcycle accidents. يعني حبيت توعي الناس حول الموضوع حوادث الموتويات، درجات نارية على الطرقات، اللي يمكن واحدة من أكبر المشاكل اللي نواجهها على الطرقات اللبنانية. بعرف كتار بيركزوا على حوادث السيارات، ولكن الموتويات يمكن هن اللي بيسببوا حوادث السيارات أوقات. بدنا نشوف مشهد أول من الفيلم وبنحكي عنه بالتفصيل. نديم، صحيح ما في ديالوج او حوار بين الممثلين بهالفيلم، ولكن المشاهد والصور بتحكي عن نفسها. الموسيقى كثير مؤثره كمان، والمشاهد مؤثره. شفنا شاب عم يوعى من شيء، واضح انه كان حادث. خبرنا شوي شو عم يصير. لما صورته حسيت انه اذا انا كنت عم بسوق وانا وصار معي الاكسيدنت، كيف بقوم عن الارض؟ فبيسكلي صورته بالبوينت، ماي بوينت اوف فيو، يعني هاو اي وود جيت اوف. يعني كيف انت ممكن تعيش الموقف؟ مزبوط.
فستيب باي ستيب يو از هي جيتس اب كان حاطط هلمت الشاب يس شفنا شال الهلمت ولكن لما وصل لعند صديقته هي ما كان على راسها هلمت اكزاكتلي اند ذس از ذا ايديا منشن هيك هي شيز انجرد بال قالت انه هالموضوع عزيز على قلبك مريت بتجربه مماثله او حدا قريب منك بحس مثل ما قلت كلنا اكيد we've lost people dear to us. شخص تعرض لهيك حادث بعرف شخص او سمعنا عن الناس اللي خسروا حدا نعم. فحسيت انه هذا كثير مهم انه ينحكى عن هالموضوع هالفيلم انعمل خصيصا لمهرجان Tropfest Arabia خبرنا عنه هالمهرجان مثل كثير ناس ما بيعرفوا Tropfest اكبر مهرجان شورت فيلمز بالعالم it's basically Australian it's been happening there for اكثر من 20 years. 20 سنه مزبوط جبوا أبو دبي last year I was nominated لفيلم قصير رعب نعم. وهي تاني سنة حسيت I wanted to do something related to awareness الحمد لله I got nominated again نعم. it's a very nice festival to be part of السنة الماضية شاركت كمان بهالمهرجان المهرجان تم بأبو دبي وهالسنة كمان عم بتم بأبو دبي للسنة الثانية على التوالي الفيلم كان فيلم رعب بعنوانه At First Fright وهالسنة قررت تغير تعمل فيلم حول رسالة كثير مهمة رسالة عم نعاني منها بلبنان ليش اخترت انه ما يكون في دايالوج لانه مثل ما قلتي visual when you see something بيعبر اكثر من الحكي مرات خلينا نشوف مشهد اخر تنشوف كيف تتطور الاحداث Step to shine with the skies to stay blue where you'd always be mine there's nothing that I wouldn't do I'd die a thousand times if you could be mine just one more time let me just wake you And bring you back to life So I can kiss away all the sadness in your eyes There's nothing that I wouldn't give To see another smile Who I would die For one last goodbye Thank you.
بنشوف انه في عنصر المفاجأة بالفيلم نديم، بالبداية بنفتكر انه هو اللي حاطط الهلمت وهي اللي توفت، بينما خبرنا انت شو صار. It's a twist. كما قلتي حبيت فرجي two point of views، انه بنعرف انه مرات بيكون الشاب والبنت survives and it's other way around. حبيت فرجي both point of views. واضح الشيء لانه بواحد من المشاهد بحط لها الى الهلمت وهو بضل بلا الهلمت، وكانه صار يختار بينه وبينها، فهي اللي بقيت على قيد الحياة وهو اللي توفى، وكبادرة شكر إذا بدك أخذت الهلمت وحطتها على قبره. هذا الشيء بس لأنه إذا بتشوف دائما بنشوفها بعد الطريق ناس موتوسيكلات، دائما شوف شخص واحد حاطط وورا مش حاطط، and their lives are in your hands. صح. يعني it's reckless not to think of the person behind. يعني مثل ما نفكر بنفسنا بنفكر بغيرنا، أو الشخصين لازم يكون عندهم الحماية شو ما كانت ظروف الطرقات. هل في العمل خصيصا لمهرجان تروب فيست، وبينطلب منكم كل سنة إنه يكون في سيمبل أو TSI، شو يعني؟ It's TSI stands for Tropfest Signature Item. وهالسنة كانت number 2 لأنه كان هاي تاني سنة بيعملوا Tropfest بأبو ظبي. Very easy, but it's not about the topic. إنه في شيء كتير يكون كتير سخيف، بس هو الشطارة and to think about it, how to show it on the. الفيلم قصير سبع دقايق، ولكن معمول يعني باحتراف كتير عالي، فيه مفاجآت، وقلت it's not about the money. يعني هون عم تثبت نديم إنه ممكن تعمل إنتاج كتير حلو كتير متطور بكمية قليلة من التمويل. بالضبط. It's لأنه بحس كتير بلبنان بيفكروا إنه you need a lot of money to do a film. I wanted to prove إنه بمشي and literally مشي just basic a DSLR, two lights and a couple of lenses فيك تعملي بدك إياه. ممثلين محترفين أو أصدقاء؟ كمان first timers. يعني everyone's first time، أول مرة عم بجرب. شو حبيت تقول من وراء هالفيلم نديم؟ في كذا شغلة بحب أقولها. يعني I just يا ريت الناس بس بيوعوا شوي وبيهتموا وبيفكروا مرتين while they're on the road. كان على الموتو أو مزبوط. بالسيارة أو شو ما كان دراجة. بس هي لقيت I picked motorcycle لأنه السيارة بتعرفي إنه risks are not as much، في airbags. نعم. بس بالموتو casualties دغري. بدنا نقول كمان انه الاغنيه اللي سمعناها هي بصوتك ومن تاليفك. yeah. كمان فعندك مواهب عديده، ونحن بننصحك تمثل لانه انت شاب حلو بتصور بالبلد. شكرا لك نديم، وان شاء الله بالتوفيق. ثانك يو سو ماتش. بعد بريك مشاهدينا ايكو مع مارك وستيفاني، خليكم معنا.